السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل لكم طريقة عمل الدانت في المنزل اللي هو دانت الكراميل. إيه جميل قوي، من احب الطرق اللي عملتها في حياتي، من احب الطرق على قلبي، من احب الاكلات. إيه تعجبكم قوي، مش هتبطلوا تعملوها، بجد تحفة. إيه يعني اتمنى تجربوها. إيه اول حاجة معانا هنا لتر حليب، ومعانا إيه كوباية من السكر كبيرة، ومعانا هنا نص كوباية من النشا، ومعانا كيس فانيليا. يلا بينا نخش على المقادير، هنشوف هنعمل فيها ايه. اول حاجة هنجيب قلعة عمار، وهنحط فيها السكر، وهنوطي النار لغاية السكر يسيح معانا ويدوب من غير ما يتحرق. طبعا هنسيبها كده، هنحطها على نار متوسطة بالظبط، يعني ولا عالية ولا هادية. بدنا نقلب كده لغاية ما يدوب معانا، هو لسه مش يعمل تكتلات عشان مش يتحرق. نقلب كده، طريقة سهلة وبسيطة بجد، مش هتاخد معاكم وقت خالص. حب الأكلات على قلبي بجد، تحبوها مش هتبطلوا تعملوها. ايه دلوقتي هنسيحها على النار لغاية، بصوا الكراميل بيسيح معانا ازاي، شايفين الأطراف بيسيح معانا. بدنا نقلب كده لغاية ما يسيح، هو المفروض مش نقلب لغاية ما الطبقة تسيح معانا، نسيبها كده طبقة تسيح. هكذا نقلب، مش تقلبه في الأول خالص، يعني قلبه بعد ما طبقة كده تسخن. بصوا كده بعد ما دابت معانا، بدنا نقلب كده لغاية ما كل السكر ده يدوب معانا. التكتلات دي كده بعد ما داب معانا شوية، هنحط بقى معلقة من الزبدة، تفرق في الطعم بجد، يعني بتخليها طعمها تحفة. معلقة زبدة صغيرة، بدنا نقلب كده لغاية ما يسيح معانا خالص، يكون صوص كراميل كده. وفي الحالة دي بدنا نغمق فيها شوية، يعني عشان ايه بعد ما نضيف الحليب يكون فاتح. دلوقتي هنضيف لتر الحليب معانا بعد ما غمقنا السكر شوية، يعني مش نخليه محروق، ونغمقه عشان يدينا لون كده، يكون لون كراميل كده جميل فاتح شوية، ميكونش فاتح قوي ولا غامق قوي عشان نحرقه. عندنا نقلب كده برضو على النار، علشان هو مش كان المفروض نقلب، لازم يكون عشان مش يحصل معاه كل هو يتكتل كده، يكون اللبن يكون سخن. بس لو اللبن بارد هينشف معاكم كده، تضطروا ان انتوا تبقوا على النار وتسيحوا على النار. نبقى يدينا النار كده، وندنا نقلب لغاية ما كل حاجة تدوب مع بعضها، اللبن مع الكراميل. وبعد كده هنجيب طبق، هنحط فيه هنا نص كوباية النشا، وهنزوده هندوبه باللبن، شوية كده شوية من الحليب، ندنا نقلب فيهم كده وندوب النشا مع بعض. وبعد ما النشا تدوب في الحليب هنبدأ بقى نخش نزودها بقى في الصوص الكراميل احنا عاملينه. نقلب كده كده، بعد ما داب معانا خالص نروح نزوده على نحط بقى كيس فانيليا على الكراميل اول، وبعد كده هننزل بالنشا اللي احنا عاملينها. ومع في الحالة دي مش بنسيب التقليب عشان مش معانا تكتلات. ده نقلب كده بسرعة، ونقلبها بمضرب علشان مش يتكتل معانا. لازم نقلب كده، مش نسيب النار، نقلب بسرعة عشان مش يعمل تكتلات معانا، ويبقى حتة تقيلة وحتة مش تقيلة لغاية ما يغلي معانا والنشا تستوي معانا ويدوب مع كله في بعضه كده. بعد ما ادانا القوام المناسب بنصبه في كاسات. عمل معانا كمية حلوة، 6، عمل كمية مناسبة، واللون والطعم تحفة بجد، يعني لونه كده مناسب بسبب ان احنا مثلا عم سيحنا السكر ودينا له لون كده غامق شوية مش محروق، شايفين قد ايه هو جميل وتحفة. وبعد كده بنحط عليه كده سوداني على الوش، جميل قوي وتحفة. اتمنى تجربوا الطريقة دي بجد، مش هتبطلوا تعملوها، ده انكم تعملوها على طول. بصوا القوام، قوام مناسب.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، مش تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.